بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى
فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم ولياليكم. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كانت لنا وقفة مع الآية التاسعة من هذه المجموعة من الآيات من سورة الزمر التي تليت على مسامعكم. نتوقف عند الآية العاشرة التي تلوتها قبل قليل. واضح من جو هذه الآية بأن هناك حالة من الصراع والضغط الشديد الذي كان يمارس على النبي وعلى المؤمنين في مكة، بحيث أن هذه الآية جاءت لتعرض على المؤمنين الهجرة. طبعا لكن تتخيل لما يكون في ممارسة ضغط كبيرة على المؤمنين، وهناك وحي ينزل على رسول الله أن المؤمنين كانوا يتطلعون إلى التعليمات الإلهية، ماذا نفعل الآن؟ النبي كان يتطلع إلى البرنامج الإلهي الذي يقدم إليه في مثل هذا الظرف الصعب. ماذا نفعل الآن؟ ما هي الخطوة القادمة؟ ما هي البشارات الموجودة في المرحلة القادمة؟ ما هي مسؤوليتنا الآن؟ فبالتالي هذه الآيات الشريفة جاءت في مثل هذه الأجواء ورسمت معالم تلك المرحلة الصعبة التي كان يمر فيها المؤمنون. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الهجرة التي تتحدث عنها هذه الآية حيث يقول الله تعالى وأرض الله واسعة، هذه الهجرة يبدو بأنها كانت يعني دعوة إلى الهجرة للحبشة. فبالتالي نعم، الهجرة فيها صعوبات، فيها تغرب عن الوطن، ابتعاد عن الأهل، فقدان للمال ومصدر الرزق، فيها ذهاب إلى بيئة غريبة أجنبية، فيها غموض من حيث المستقبل. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ما دمتم أي منكم لا يستطيع أن يتحمل الفتنة، يعني التعذيب، الضغوطات، الإرهاب، الحصار اللي موجود في مكة الآن، البديل عنده هو ماذا؟ بديل هو الهجرة. وهذا الأمر الصعب بالنسبة إليكم وهو الهجرة، وهو خيار ليس بالسهل، يحتاج إلى أن يملك أو يقدم الإنسان مجموعة من الأمور كي يستطيع أن يواكب هذا الأمر. كما أن الذين لن يختاروا الهجرة هم أيضا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات معينة لمواجهة هذا الأمر، حتى نضمن أن الفئتين المهاجرين وغير المهاجرين يستطيعون الصمود أمام هذه الضغوطات. ما أخذناه في الآية السابقة، الآية التاسعة في الأسبوع الماضي، كان جزء من هذا البرنامج، وهو التعبد في الليل والقنوت والاستقامة والخضوع لله والطاعة لله ولرسوله، هذه كلها كانت موجودة في الآية التاسعة. هذا هو زاد هذه المرحلة، عليكم أن تشددوا من هذا الأمر، هذا اللي يعطيكم طاقة التحمل في مثل هذا الظرف العصيب، سواء كنتم ستهاجرون أم ستبقون في مكة، أنتم بحاجة إلى هذا الزاد. اقتربوا من الله أكثر ستحصلون على المدد الإلهي أكثر. ولذا جاء الخطاب: قل يا عبادي الذين آمنوا
اتقوا ربكم، لا تنصتوا إلى الوساوس، لأن من الأساليب المعروفة دائما ما يسمى بالباد كاب والجود كاب، صح ولا لا؟ الشرطي الجيد يدخل واحد لما يصير في تحقيق، يدخلون واحد شو يسوي؟ شديد، يصرخ ويطق وكذا ويطلع، وبعدين الثاني أنا بمصلحتك وأنت ولدنا وهاك اشرب ماي، تبي سيجارة تبي كذا، حتى النيلين. لا شك أن قريش كانت تمارس نفس الدور، حتى أن شو يسوون؟ حتى أن يحاولون يمتصون الحماسة الإيمانية اللي موجودة عند المؤمنين. فقسم منهم كانوا يشددون ويضغطون، قسم منهم يقولون شنو؟ يا وليدي أنت ولدنا، إحنا كذا، هذا شوية تنازل هني، ماكو داعي تسوي كذي، اترك هالشغلة، ابتعد عن هذا، ما في مصلحة، أهلك شوف أمك تبكي عليك، إلى آخره من هذا الكلام. فكانوا يمارسون الأمرين. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي، يا رسول الله خاطبهم، خاطب المؤمنين اللي معاك، اللي لربما بعضهم بدأ يفقد الطاقة الإيمانية، هؤلاء يحتاجون إلى التزود بالطاقة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، انتبهوا، ديروا بالكم، لا تضعفون، لا تستسلمون، لا تتنازلون عن شيء، لا تداهنوا هؤلاء وساوس الشياطين الجن والإنس، انتبهوا منها. عليكم بالاستقامة في خط الإيمان والطاعة والخضوع، القنوت، قانتين، استمروا على هذا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هنا يعني البنزين مالهم، الطاقة مالتهم، الهدية، البشارة اللي الله سبحانه وتعالى يقدمها لهم، يقول لهم إذا أنتم صبرتم، إذا أنتم سواء صبركم في الهجرة أو في البقاء، إذا أنتم اتقيتم الله سبحانه وتعالى، ستنالون من عند الله حسنة. وكلمة حسنة هنا لا بمعنى أن شيء بسيط، بالعكس، هذا التنكير حتى يجعل الخيال ماذا؟ واسع. النكرة هنا للدلالة على ماذا؟ عظمة هذا الشيء. وترتيب الآية بالأساس هكذا: حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا، حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا، كذي الترتيب. ولكن تم تغيير ترتيب الآية أو الجملة، لماذا؟ من أجل التركيز عليهم هم، يعني الخطاب لكم، استبشروا. أنا ما أركز على الحسنة، أنا أركز على من؟ عليكم أنتم. للذين أحسنوا، فهذه بشارة لكم، استبعوا، انتبهوا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الآن قد تفهم الآية بطريقة مختلفة. نعيد ترتيب الآية مرة ثانية. شلون؟ للذين أحسنوا حسنة في هذه الدنيا، أو حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا، يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى يبشرهم بنتائج إيجابية في الدنيا قبل الآخرة، على حسب القراءة الأولى اللي قرينا الآية فيها، أن هذه بشارة بشارة لأي زمان؟ للآخرة. لكن إذا عدنا صياغة الآية، الجملة: للذين أحسنوا حسنة في هذه الدنيا، يعني صبركم هذا ما راح يضيع، ستجدون الحسنة في هذه الدنيا قبل الآخرة. ممكن نفهمها بالآية بهذا الشكل، أو نفهمها بالصورة الأولى. على كل حال، هناك بشارة إلهية، وحسنة الدنيا يعني بالنتيجة لا شيء بالنسبة إلى حسنة الآخرة. ولربما نقول إن هني حسنة تدل على الدنيا وعلى الآخرة، ما في أي مانع إن الله يبشر في الدارين. فبالتالي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 201: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما في مانع أن الإنسان يطلب للدنيا مثل هذا الأمر. وكلمة حسنة لا تدل على أن شيء ضعيف، قليل، زهيد، لا، بالعكس. وأرض الله واسعة، لماذا لا تهاجرون؟ خياركم ليس الردة،
ليس ترك الإيمان، خياركم ليس الضعف والمداهنة، خياركم ماذا؟ الهجرة. أرض الله واسعة، أرض الله هذه كلها ملك لله عز وجل، فإذا البيئة هنا غير مستقرة غير آمنة هي أرض فتنة بالنسبة إليكم، من يضعف عند الهجرة كخيار بديل، فإذا عليكم بالصمود على كل حال. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إذا صبرتم هذا جزاؤكم. إنما هني عندنا ماذا؟ حصرية، يعني ماكو غير هذا، ما في غير هذا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الجملة ممكن نفهمها بصورتين. الصورة الأولى التي لربما هي يعني الشائعة بين الناس، أن الصابرين فئة من الناس في الآخرة الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة من دون عملية محاسبة، هذا الفهم الأول الدارج. ولكن يبدو أن الفهم الثاني هو أقرب لدلالة الآية. ما هو الفهم الثاني؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما يعطيهم يعطيهم من دون، بمعنى تخيل، تخيل من باب التشبيه فقط، أن إنسان كريم أو ملك أو كذا وأمامه صندوق مليان مجوهرات، فلما يجي له واحد مثلا ويريد هذا الملك أو هذا صاحب الصندوق هذا أن يكرم هذا الإنسان، ما يحسب له حبة حبتين ثلاث أو يعطي كيس وحاط فيه مثلا 100 درهم معدودين، لا، شي يسوي خمطة من غير حساب بدون ما يحسب الهدايا والجوائز، يخمط له خمطة ويعطي. فالآية كأنها تقول إن الصابرين جزاؤهم يوم القيامة لهم من العطاء الإلهي ما لا حساب له، ما لا عد له، للدلالة على ماذا؟ للدلالة على عظم هذا الجزاء الإلهي. الآن سواء هذا كان المعنى أو المعنى الأول اللي قلنا هو شائع الآن بين الناس، على كل حال الأمر ماذا؟ الأمر عظيم. ثم الآية قالت إنما يوفى توفية، يعني ترى ما في شيء من صبركم سيفوت الله عز وجل، ما في شيء من اللي تحملتوه في هذا الطريق لن يأخذه الله عز وجل بعين الاعتبار، راح تأخذون حسابكم بشكل كامل. ثم قالت أجرهم، مو الأجر، أجرهم، يعني أنتم تعبانين الله يقدر لكم هذا، فهو أجر على ما قدمتموه، فإذا لا تحاتوا. والله سبحانه وتعالى مو بس عادل، الله سبحانه وتعالى كريم، فعندما يعطيك أجرك ما يعطيك بس على القدر الاتفاق، يعطيك ماذا؟ أكثر، ولذا هو بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هذه الآية 11 و12، بعد ما الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يخاطب المؤمنين عباد الله المتقين، يخاطبهم، لربما الآية هنا جاءت بالأمر للنبي ليخاطب من الآن؟ العدو اللي هم المشركين المحاربين، من باب تيئيسهم. ما في مجال عندنا إحنا لماذا؟ لترك، لا لترك الدين ولا لترك الدعوة إلى الدين، شيئين احنا صامدين عليهم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فإذا يأس أنت، عليكم أن تيأسوا من أي احتمالات للتنازل عن الدين أو الرسالة. طيب ليش في احتمال أن الرسول يعني يتنازل مثلا؟ لربما كانوا يضغطون على رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال ما يلحق بالمؤمنين، وقلب النبي كان ماذا؟ كبير. من يشوف ياسر يتعذب ويقتل، من يشوف زوجته سمية تعذب وتقتل، لما يشوف بلال، لما يشوف الخباب بن الأرت، لما يشوف مستضعفين من المؤمنين يضغط عليهم يعذبون،
ويشاهدهم وين يعذبون، مو منطقة بعيدة أمام ناظري النبي صلى الله عليه وآله. لا شك أن قلب النبي ماذا يتقطع عليهم ألم ألما. وهنا تأتي وساوس شياطين الجن والإنس، أنهم شي بدون يتحدثون أن إذا مو لك على الأقل حق منه هل مستضعفي، فما في داعي أنت يعني ماخذ موقف شديد بهذه الصورة. تنازل قليلا، اصمت قليلا، توقف قليلا. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ انطلق القطار، وعلى هذا القطار أن يستمر في التقدم. قل إني، هذه هي مسؤوليتي. هذا اللي نقول إن فيها الأجواء الصعبة الله سبحانه وتعالى يبين للنبي وللمؤمنين مسؤوليتهم، قدم لهم البرنامج، ماذا تفعلون الآن؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا على مستوى تبني للدين، صح؟ وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أول المسلمين مو بمعنى أن أول واحد آمنت أنا، هذا معروف، هو صاحب الدعوة. أول المسلمين بأي معنى؟ بمعنى أنني أكثر إنسان أتحمل مسؤولية الرسالة، أكثر إنسان أتحمل مسؤولية هذا الدين. أول بهذا المعنى، بمعنى الأكثر تحملا للمسؤولية. فإذا أنا لن أتنازل عن شيء. إذا من جهة أنا مأمور بالعبادة المخلصة، ومن جهة أخرى أنا مأمور بماذا؟ تحمل مسؤولية الرسالة دون توقف. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. طيب، وفي هذا احتمال آخر في الآيتين، احتمال آخر وهو أن الخطاب لربما أيضا أو لربما خاص بالمؤمنين، يعني تتم للخطاب اللي كان في الآية السابقة. كيف؟ شلون يكون كذي؟ إن لربما المؤمنين قالوا لرسول الله: وأنت يا رسول الله ألا تهاجر معنا؟ فجاءت الآية لتبين للمؤمنين أن تكليف الرسول غير تكليفكم. أنتوا الله أعطاكم رخصة للهجرة، الأساس أن يبقى رسول الله هنا ويدعو، لأنه ماذا؟ أول المسلم، هو الأكثر فيكم تحملا للمسؤولية. طيب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذا هذه الضغوطات ما تفيد معي، هذه الضغوطات لن تجعلني أستسلم ولا أداهن مهما كانت هذه الضغوطات علي أو على المؤمنين. لماذا؟ لأنه ليس من عاقبة لعصيان الله إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كما أن هذا اليوم عظيم، إذن عذابه ماذا؟ عذابه عظيم، وأنا أخاف من هذا. فإذن ما في أي مجال لمخالفة هذا البرنامج الإلهي الذي الله يحملني إياه. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا تكرار للتصريح بماذا؟ الثبات على دين الله عز وجل، وإن ما في مجال لأي نوع من الانحراف عن خط التوحيد، ما في أي مجال. هذا تأكيد مجدد، والتأكيد المجدد على هذا الأمر يدل على عظم ماذا؟ الضغوطات الممارسة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن عليك إن ماذا؟ هذا مسؤوليتك. وقول لهم مرة وراء ثانية، أولى وثانية وثالثة ورابعة، كرر عليهم أني لن أتنازل عن التوحيد. قل الله أعبد مخلصا له ديني. أما أنتم إذا مختارين الشرك وكلها أوهام، فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأن النتيجة التي ستترتب ماذا؟ الله وعدني بالفوز العظيم، ووعدكم بماذا؟ بالعذاب العظيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لسنا نحن الخاسرين الذين نقع تحت هذه الضغوطات،
ولا المهاجرون الذين سيهاجرون ويخسرون بيوتهم وأهليهم بالغربة والابتعاد ومصدر رزقهم وغربة عن الوطن وإلى آخره. ليس هؤلاء هم الخاسرون. من الخاسرون؟ خاسرون أنتم المشركون. لماذا؟ لأنكم يوم القيامة ستردون على الله وقد خسرتم أنفسكم لأن العذاب ينالكم، وخسرتم أنتم أهليكم. لماذا؟ لأنكم أضللتموهم بمواقفكم، وبالتالي إذا كان أحدكم قلبه على عياله أو على زوجته أو على أبوه أو على أخوانه، في الواقع من خلال إصراره على الشرك هو يجرهم معه إلى ماذا؟ إلى عذاب الله وإلى النار. فإذن مو المؤمنين خسرانين، المؤمن في فلاح دائم. أنتوا الخسرانين، الخسارة الحقيقية. وإذا افترضنا بأن أحد من الناس خسر ما في الدنيا من أموال، فقد من أحبته وأهله من فقد، هذا أيضا ليس بشيء أمام الخسارة التي تلحق بالإنسان في الآخرة وبأهله في الآخرة. فهذا هو الخسران المبين. فعليكم أن تعيدوا حساباتكم، لأن المؤمنين المتقين القانتين المطيعين الخاضعين لن يخسروا شيئا، وإن خسروا بهجرتهم أو بالضغوطات الممارسة عليهم شيئا من حطام الدنيا والراحة، فإنهم في نهاية المطاف هم الرابحون، وأما أنتم فأنتم الخاسرون، الخسارة الحقيقية وهو الخسران الواضح المبين. والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.